أسعد الله أوقاتكم أصدقائي وحبايبي، رمضان كريم علينا وعليكم أصدقائنا ومتابعينا على الفيسبوك واليوتيوب. معكم أبو سامي ميكانيك سيارات. اليوم جيتكم فيديو وموضوع جديد عن الـ EGR ومشاكله، طرق الصيانة والمشاكل اللي بسببها عطل الـ EGR، وشو بتعرف عندك الـ EGR عطلان. تمام شباب، خلونا سوا. مثل ما شايفين شباب، هي منظومة الاي جي ار، مهمتها تخفيف صرفية الوقود وتقليل الانبعاثات. هي بعض اشكال الاي جي ار. اكثر منظومة الاعطال اللي بصير فيها عطل ميكانيكي هو انه بسطه، او عطل كهربائي الحركة الكهربائية اللي فيه، او نظام حساسات اللي بيجي جواته. واكثر الاعطال اللي بيعطيك اياها ضوء موتور او ضوء حمايات على سيارات الفوفي. عندنا هذا كود العطل ب0 40 300. هاي السيارة عنا شباب الأودي، موتورها أورو 5 حديث، في عطل الإي جي إر. وعطل الإي جي إر اللي بيطلع فيها هو السيارة بطل تتسارع معك. يعني مثلا السيارة بتمشي معك 150 200 مرتاحة، بصير سقفها الأعظمي 70 80، بشعر معك ضوء الموتور وضوء الحماية، بشعر معك طريقة تغميز، يعني ضوء بطفى بشعر ضوء الحمايات. فالضوء لما بيشتغل معك السيارة بموت حيلة، بطل تمشي. هلا هون عم نفك الفياش، مثل ما شايفين موضوع الفك. هون عنا دول الأسلاك فكون شوي شوي بالرواق بحيث ما نخربط، وملاها كابل يحصل معنا أو ينقطع. إنه حق أي حساس أصلي فوق الميتيار بتحسبوا حسابكم، فبتفكوا بكل رواق. حتى بيجي أسلاك مخفية صعب إنكم تشوفوها غير أثناء الفك والتفحيص. والأسلاك بتجي مربوطة بهيكل السيارة من ورا، يعني ورا الموتور في كليبسات أو شعيتات كيمشين الأسلاك، تنتبهوا عليهم تخلصوهم. وفي أسلاك بتجي ملفوفة بقماش ملبس ألمنيو، هاي بتفكوها وبس تخلصوا بترجعوها مثل ما كانت. مهمتها تحمي الأسلاك من حرارة المحرك عشان ما يحترقوا معك، عشان ما يحترقوا. هلا وانا عم خلص السلاك شوي شوي ومنتبه وبالرواق. طبعا انا مسرع الفيديو مشان الوقت. حتى شبين الكابل ما شفته. بعد ما خلصت كل الاسلاك لقيت في كابل بالزاوية، شايفينه؟ حتى فيش تصير بالقفا كمان نخلصه. يعني أهم شي تفحص كل شي بالرواق. إنه بعد ما ترفع السيارة وتجي تسحب البارتيكل، إذا في أي كابل عصيان راح ينقطع معك، إنه وزن البارتيكل بشده تحت بقطعه. تحاول تشدون كبال الكشي ركع على البارتيكل، تعزدوه لحاله وتنزلوه تحت. وعندنا هاي الحبسة البارتيكل، هاي بتركب بين البارتيكل والتيربو، بيجي مفتاحها 5 مسدس أو 30 تورك. هاي حتى تفكها مثل ما شفتوا، شلون فك براغي نضربها شوي هيك حتى تفتح عن بعضها. يا هلا بندقها من فوق، بعدين بندقها من تحت، بس ترفع السيارة لحتى يتخلص معنا البارتيكل. هاي بتيجي حبسة ربط بين التيربو وبين البارتيكل. عندنا مفتاح 13 بس اوسي تركب الطبنجة الكواري. كوما مغناطيس، اي بغيت تفكه تسحبه. حتى هون هلا الخرطوم اللي ركب عليه حساس ضغط البارتيكل كمان كبه على الزي عشان ما يحصل معنا تحت. خلصه، نفتح غطا المي عشان وقت نفضي مية السيارة ما تطول معنا، تبطع على السريع. الله نفك دول البلاستيكات تحت. هاي بجي بفتحها 20 تورك أو 25، وبجي من ورا إلى 3 براغي 30 تورك أو 45. نفك أول شي فيشة حساس الزيت،
حاول نخلصها قد ما فينا. عندنا هون ثلاث انواع براغي، 13 بسيخ الرجاج و16 علبة الدبسيون، وعندنا براغي 18 اللي بيمسك الدوزان. حاولوا تحفظوا كل بري غير هيك، لأن عندكم براغي 18 في براغي قصار وبراغي طوال، عندكم 3 قياسات براغي. عندكم كمان براغي اللي ركبت على أجر الشنجمون كانت في الكون، شايفين شلون عفناها على أمورها عشان نخلص الكابل اللي كمان بيجي له برا تعليقات. والله نفك آخر براغي للتوزان عشان نفك الشطارات أو الصالين جاك بالتركي تبع الدولاب. بحط في علبة المقود تصير حرف ما بريح، أو علبة التركسيون. والله هون نخلص الشطل كمان، والله بنفك العكس اللي يميني هذا بيجي تحت البارتيكل وتحت الإيجير، لازم نفكه عشان نحسن نسحب. هذا بيجي مفتاحه 10 مشرشر، أو زالوا غير اسم في بلادكم يا تكتبولي في التعليقات، مختلف اسمه من بلد لبلد. والله عنا هاي ما انفكت معنا، مكارديو مصدية ومهترية، فقصيناها أحسن. بنركبها لجيبي، شايفين شباب عنا هون هاي محمد تكون من دقة من تحت الحبسة، بنفك براغي عشان نخلصها عن بعضها. هلك نحسن نقول البورتيكل خالصين منه، بننزله هلا نسحبه لورا شوي، نفتله مع بنفته بدورة مع عقارب الساعة، نفته باتجاه اليمين، نتأكد من الأسلاك قبل ما نفتله، وبنسحبه. يا ريت إذا بتشتغل بيت ميكانيكي مبتدئ يكون حدا يساعدك لحلقة تشتغل. وبالأخص إذا كان سيارة قديمة لا تشتغل لوحدك، إنك راح يصير مع أخطاء وعثرات كتير. والله نفك خراطيم المي حبسات بعضه اللي يكون تحت جاهز مع طشت مي عشان تكب المي، طشت فضية ما تعبي أرض مي. عندك هون مجموعة براغي 30 تورك، بجيك صمنتين 12 بخد معنا صدي أو حل صدي على الصمنتين 12، وثبتوا الفنجان عليهم 100 100 قبل ما تفكوا، لأنه إذا ما خلص معك لا قدر الله راح توقع في ورطة كبيرة. مواتير الباوفيل الأورو 5 يعني فوكس فاجن أودي سكودا اجوا كلهم الايجير هيك بهيك. الأورو 5 الأورو 4 اجى الايجير تبعه سهل بركب قدام، أورو 5 أورو 6 بركب ورا. والله نفك بوار الزيت، والله عم نخلص خراطيم المي، شايفين عنا براغي كمان 30 فورت لآخر برغية تاعين فوري ليجير. هلا نفك براغي تسويت الايجير اللي بالموتور
بيجي أربع براغي، 30 طرق، 2 قصار من طرف اليمين واثنين طوال من جهة اليسار. الأفضل يكون معك مغناطيس جاهز عشان البغية ما ينسحب معك، بالمغناطيس تسحبه ما يطب جوا أو يطب في الأرض ما تلاقيه. حتى الأولي فيها ميزة، هالأولي هاي ما بدها تفك بول الزيت تبع التيربو، مريح فكه كتير مريح. الفوكس فاجن بجي صعب تفك كل شيء. شايفين شو شباب بنسحبه؟ طلعنا البرغي هذا، هذا الشيال بيربط البريين ببعض، بريين الزيت. شوف الله شلون هيك انسحب معنا بكل رياحة، خالصين. هلا هون فحصنا الإيكير، طابقنا الاثنين بيشبهوا بعضهم. هاي الإيكير الجديد معه طابق من جوان جديد، تأكدنا منه بيشبهوا بعضهم 100 100. هلا بنفك الحماية الألمنيو اللي بتركب على الطرمبة على ضغط الهواء، بنركبه على البارتيكل على الإيجير الجديد، ما بصير كبوة. هي بتركب مكانها، هي مهمتها بتحمي الصباب الهواء من الحرارة الزايدة. بتأكدوا منها وتأكدوا من الثقب، ما احنا بنركب خرطوم وإلا راح ينضرب الإيجير معكم في وقت سريع. هلا بنغسل هون الزيت اللي شر معنا، بنظفه ونحاول نرجع البارتيكل الجديد نحطه مكانه، وشوي شوي من دون عصبية عشان ما نكسر شي. مثل ما شفتوا رجعناه. هلا مثبت براغي التثبيت، مركب بوي المي محله، خرطوم مي على اليمين، البراغي بنشدهم في ايدنا اول شي، نقلهم بايدنا مثل العادة بحيث انه البراغي ما يركب بالاعوج، انه بس نشده على فرد الهواء او مفتاح شد، اذا كان اعوج رح ينكسر او رح يبيظ مكانه. وساعات تكون حطيت حلقة مش كبيرة. وقت الشد بتديره بالكون، هذا برغي 6 مللي، يعني هاي بشد بالماكينة شوي شوي، والأحسن إنك تشد بإيدك عشان ما ينكسر معك برغي. هون ركبنا خرطوم تبع صباب الهواء، تأكدنا منه. هلا بنحط الجوال الجديد، بتحتاج جوا تركيبها بعزبك دهنه شوية شحمة بثبت معك. شباب احد الاسباب اللي بتكتر اعطال الاي جي ار هو انك تمشي بالسياره مسافات قصيره وبزمن قصير، يعني الموتور ما يلحق يحمي معك،
تحط ديزل نوع رديء ونوع تعبان وسخ كمان بيأثر معك. فلتر الهواء ما تنظفه وما تبدله كمان بيسبب معك مشاكل. وآخر سبب ومهم كتير وما حدا بأكد عليه أو بنتبه عليه وهو سبب الحرارة. إذا كانت سيارتك عم تطول تحمى، هذا غير إنه بسبب لك صرف وقود زايد، لكن كمان بيأثر على موضوع الـ EGR بشكل عام. السيارة بدها كل فترة تحاول إنك تحميها، تمشي فيها مسافات يعني بين 40 50 كيلومتر وبسرعة مقبولة، يعني بحيث إن الموتور يكون أخذ راحته، مش تنخ تكون تنخ مضوجة على الأخير، لا. يعني مثلا ماشي بسرعة مثال 60 على غيار الثالث، أو سرعة 80 على غيار الرابع، يعني 80 90 على غيار الرابع. يعني الغاية مو إنك تضوج الموتور تحرقه أو إنك تمشي بسرعة 200 300، لا. والله مثل ما شايفين شباب، بنحط البري، والأفضل إنك تحط رندلات نحاس جدد بعد ما تفكه، شماكب معك زيت، لأنه إذا كان زيت لا قدر الله تحتاج تفك كل الفكة هاي لحتى تصلح كب الزيت، فالأفضل إنك تركب شي جديد وتأكد من شغلك. هذا بغي بالزيت لأن عم شده في الماكينة، هي تشده في إيدك وشوي شوي، يعني البغي بيجي ضعيف ما بتحمل شد كتير، لأن قلبه من جوا مفرغ عشان عبارة عن مجرى زيت. البراغي اللي عم شده هدول 30 تورك بتعلقهم في إيدك تعليق نظامي، يعني تفتل البغي 4 5 برمات تتأكد منه إنه ركب مكانه 100 100، لأنه إذا باظ معك هتضطر تبدل الإيجيرن أو اللاجيت تجيب واحد بداله. والله بشد تاخد سمنتين بالبوي اي تي اف اللي مفتاحهم 12، شدها في ايدك يعني تأكد منه، يعني بياخد شد اكتر من البراغي 30 طوق، انه هذا باعتبار 8 ميلي يعني ادخن. واو هاي اللي هذا البارتيكل تأكدنا من الشطان ثبتناهم شدناها سوا، هاي الحبسة او الرنديلة تبع التهريب تبعت الحبس البارتيكل شمالي اللي هرب دخان معنا. هذا رجعنا غسلنا نظفنا تأكدنا من شغلنا من الخراطيم المي والحبسات المي، كيس الكهرباء كله ركب مكانه. هلا بنحط البارتيكل، شايفين شباب عدينا من هون، هلا بنفتله باتجاه اليسار شوي شوي لحتى يركب مكانه. في عنا تحت قاعدة، هي عبارة عن مريان صغار ونعلق عليهم سمنتين بثبت البارتيكل. هلا هي الرنديلة أو هي الحبسة الجديدة شايفينها شباب، هاي هي مركب عليها، هاي بدلناها بدل انكسرت، شايفينها محل ما كبرت الصورة، هدول نص سمنتين، في وحدة ظاهرة والسمنة التانية ما هي ظاهرة، صارت تحت الأستمرار. بنركب القاعدة هاي، هاي مهمتها تحمي العكس ما يجي حرارة المحرك، لأنه العكس عبارة عن جلدة بلاستيك مثل ما شايفين هاي. جواتها شحم، فإذا جاء حرارة راح تعطل على السريع تخرب، فالأفضل إنك تركب كل شي مثل ما كان. عندكم هدول البراغي شايفينهم، تشدهم في إيدك شوي شوي وتأكد منه إنه مركب بالأعوج، بعدين بالشد على فرد الهواء أو طبنجة شلاك شغابي. كتبولنا بالتعليقات في البلدان العربية إيش له اسم. والله عنا هذا بسوريا اسمه فرد طقطق، تركيا اسمه طبنجة، في ألمانيا اسمه شلاك شعابي، فايش اسمه بمصر أو بلبنان أو بالأردن أو حتى باللغة الإنجليزية ايش اسمه ما بعرف.
طبعا اخواننا العراقيين. والله ما مركز القواعد تبعت الدوزان، اول شيء القواعد الدولي نعلقها شوي شوي، مو ضروري يشدها كتير، هي بس تعليق حتى تركب الدركسيون، قاعد الدركسيون تركز محله، الشيال او المركز النصيني يثبت محله، واهم شيء انك بعد ما تخلص يرجع كل شيء مثل ما كان حتى تو القواعد، لانه اذا عيار اختلف بصير السيارة بدها عيار توزان، تخطف معك يعني تخطف فيها سعر، تركسيون لحاله بروح بعوج، بتخبط معك على السرعات العالية، تكون اسبابها هي انك تحاول ترجع مثل ما كانت. حتى بنصح الأخوة اللي بيركبوا إذا ما تأكد من الشد 100 100 أو إذا كانت سيارة قديمة، الأفضل إنه تيجي السيارة بعد أسبوع لعنده على المحل من تصليح، عشان يرجع يتأكد من شد البراغي هدولي، لأنه أحيانا بيرتخوا على الشد. يعني هاي السيارة مثلا وبتكون في الوكالة بمعملة بشد على ماكينة، بتكون السيارة بتاع كلها جديدة ما ماشي، لكن بعد ما تصير سيارة مستعملة الأفضل إنك تتأكد من البراغي بعد أسبوع أو أسبوعين من تصليح السيارة، الأفضل، لأنه أحيانا بيرتخي معك برغي أو برغيين، وبالأخص إذا واحد عم شد بمفتاح صغير أو عم شد بفرد طقطاق ما واثق منه 100 100، هذا أهم شي تنتبهوا يا شباب على الملاحظة هاي. الله هون الشطان الكبير اللي بنخلصها من بعدها عن بعضها مشان نركب الحبسة، هاي الحبسة اللي بنحطها محلها بعد ما نشدها ونثبتها، معود من الشرطان والأسلاك من بدها، ونمشي الأسلاك تركب كلها محلها، نرجع من عيد الأسلاك انتو شايفين إلها مراكز ولا حمايات ألمنيوم، هاي كلها تركبوها محلها مشان ما تدوب وتحترق، أول احتكاك إذا كانت فلتانة على الاحتكاك والاهتزاز، إذا اهتزت ببعض بين بعضها أو كانت بتحكي على حديد الكابل راح ينقطع أو راح يساوي تماس. والله دول الأسلاك اللي فيهاش كل في شي بتركب مع لونها، يعني مستحيل تركب الحمراء على الصفرة، صعب، تنتبهوا منها عشان ما تعذبوا فيها كثير. طيب خلصنا عبي مينا السيارة، الله انا مركب خرطوم ضغط البارتيكل باعتبار شغل هون كله خلاص، مرجع الحبسة محلها، على فكرة يا شباب هدول الفيديوهات بيفيدوني إلي كتير، بكفي انه اي سيارة بعد ما بصلحها بتأكد من كل شغلي بعمله مراجعة. الله شغلنا السيارة فحصناها الخطأ راح، يعني السياسة أنا أحسن نمشي فيها، هي بعد ما مشينا فيها وجربناها وطلعنا فيها تبان طويل فحصناها الخطأ بالنهاية انمحى. شباب بتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، يا ريت تدعمونا بالتعليقات والإعجاب والاشتراك في القناة، واللي عنده أي ملاحظة يكتب لي أنا جاهز، واللي عنده طلبات لفيديو جديد يكتب لي إن شاء الله راح أعمله بأقرب وقت، بس تتوفر عندي فرصة راح أعمله. في كتير شباب طلبوا مني فيديوهات معينة، صرت أنا حتى على اليوتيوب ما لقيت منه، فإن شاء الله في القريب العاجل راح أي سيارة بتجيني أعمل فيديوهات طالبين راح أنزلها مباشرة إن شاء الله. واللي عنده اي مشاكل بالكهرباء السيارات ميكانيك السيارات اي شغله على الصيانه عنكم ومع السرعه معكم ومع بعذبكم خبروني مشان تمام شباب، تحياتي.